حرارة الفلاكي والأرانب الأرانب الأنارب. أوه كوتسين نسيت الحتة دي خالص. أوه هاي هو إيه اللي جاب اسمها الفانتوم روبي دي تحت الأرض؟ المهم أصلا معاكم بتاع حدا ودلوقتي هلعب لعبة سونيك مانيا. لقيت في ناس كتير أوي 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 أوي, 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 أوي يعني اقترحوا عليا لعبة سونيك مانيا. فلو في حد اقترح عليا سونيك مانيا وما ظهرش ده عشان يمكن هو كتب اسم اللعبة غلط أو حاجة. أصلا أنا باجي بحط تعليقات الناس فبكتب اسم اللعبة اللي اقترحوها عليا وبتجيلي بقى في اليوتيوب عندي وانا بشوف بقى كده. فلو حد التعليق بتاعه ما طلعش ده عشان اللي هو يمكن هو كان كاتب اسم اللعبه غلط. ما تنساش تعمل لايك شير في القناه ويلا بينا نبتدي. وانا مش هكدب عليكم انا لعبت اللعبه دي كذا مره مليون مره هو طبعا مش حرفين بس يعني اللعبه حلوه قوي لدرجه ان انا خلصتها لسه بشكر في اللعبه والله العظيم لسه بشكر في اللعبه. ما تخليش اسلم في اللعبه من اولها استنى بقى معايا 88 خاتم. فزي ما كنت بقول ان اصلا اللعبه كانت حلوه قوي لدرجه ان انا خلصت اللعبه اسمه ايه بكل الشخصيات اللي هو سونيك وتيلز وناكلز ومايتي وري. والله خلصت اللعبه بكله بس طبعا عشان انا لما جيت انزل لقيت جيت اشغل اللعبه فلقيت اللعبه حصل لها حاجه مش عارف الايرور ده اللي فهمها يقول لي. فلقيت لما جيت اعمل كده فلقيت الايرور ده لما اللعبه مش شغاله خالص جيت اشوف في النت فبيقول لي لازم انزل لعبه تاني بقى وكده وقرف بط قشطه يلا فنزلت لعبه فكل حاجه اتمسحت احي الحته توصل للبوس. واو نايس طبعا كان في خاتم ضخم انا نسيته مش كده. سيبني عايز اعيش براحه طب اهو استغلت الفرصه هوبا خلصت على اول واحد. حاول ما اخسرش خواتم في الاكت ده. حط لايك انا ما خسرتش اي خاتم. حط لايك انا ما اتفقتش معاكم كده بس انت فقت معاك دلوقتي اهو حط لايك بقى. حسب ما فاكر بقى في تقريبا خاتم ضخمه هنا فهشوف. ما زلت بخسر خواتم اي شويه خرمت الجزمه بتاعتي وجعتني بقى. في نمل تاني بيجي في ايدي في ايه اوعى يكون مكان بقى جربان في نمل مستفز هنا. ايه ده وصغنن قوي. الله عليا انا جامد ما شاء الله عليا. انا حاسد نفسي تاني بقى الله كل شويه اقول الله عليا وفي الاخر اتهان جامد. لا برانا بلاش غباء. هو تقريبا كان في خاتم كبير وانا نسيته. عارف ان في ناس دلوقتي بتتشل وبتتعصب ان انا نسيت الخاتم الضخم ده. عايش انا متحمس قوي بقيت ما لعبتش اللعبه دي. عارفين اصلا بعد ما خلصت اللعبه عمال العبها اكتر من مره بس لدرجة ان انا لما خلصت اللعبة اصلا بقيت العبها اكتر من مرة وانا سوبر. فاخدمك وانت من حاولت اللعبة كانت قد ايه. هوبا الله عليا التكنيك. شوف صوت التكنيك هنا التكنيك الله على التكنيك هنا التكنيك نايس. حرارة الفلاكي والأرانب هم ليه دول جيهم منين؟ اكيد اجمل صنعهم ده. معلش ايه السؤال العبيط اللي انا بساله ده؟ ايه ده؟ يا خلاصي على طعمتك يا خلاصي انت دايما تعمى كده تيز ليه دايما تعمى كده. عايز امسك خدوده كده عايز افعص خدوده. اكيد مش انا الوحيد عايز افعص خدوده صح؟ تحس كده ملظلظ كده وفلافي كده. واللي عاجبني برضه في اللعبه دي ان هم يعني عاملين الحالات بتاعت الاماكن القديمه عاملينها في سونيك يمين. فده بقول اللي هو احلى حاجه ان هو حاطط الاماكن بتاعت الالعاب القديمه كده بس حاططها بشكل شياكه كده. لا 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 هش عندكم ده مكان لا عندكم مثلا المكان ده بتاع سونيك 2 في اماكن تانيه. خاتم ضخم. لما لعبت اللعبه دي كنت شايف اللي هو السبيشال ستيج دي عامله زي بتاعه سونيك ار بس مان الفيزيكس بتاعها احلى. ما خدتش البتاعه ما خدتش الخواتم بتاعه الوقت. الوقت هيخلص لا مش معقول والله عيب استنى اهو. عارف انا زمان دلوقتي في ناس كتير عاملين يهينوا فيا من دلوقتي عشان الكاسفه السوداء اللي انا بعملها دلوقتي دي. استنوا عليا بس معلش هجيب امها وابوها وخالها وجدها وكل العيله بتاعتها بس اجيب بس دي بالذات اهي بس كده انا في الامان. حاول بقى اجيب امها دي. تعالي بقى والله ما هعض ما بعضش انا تعالى بقى بس ما بعضش تعالي هنا. الله شفت اخترت بس شوف فاكر هيبقى في مسخره جامده النهارده. انا هخسر اول كده سيمولف هنا بقى ده ايزي هم الناس بس صعبينها هتشوفوا اهو بص على النبي كده اهو بصوا خلاص اهو
شفنا بقى هم شوية سلاتيح بقى. أوي. ماشي، هو في الحالة دي انا سلتوحة في موضوع الخواتم، معلش. بص انا عارف مقلب، هو شفته انا عارف مقلب والله، ممكن اعمل كده والله. ليه بنسى والله، ليه بنسى انا بطير؟ يخرب بيوتكم، يخرب وش الحمد لله. عاد سعدية برضو، عاد سعدية برضو عمايله، معلش. استنى عايز اجيب البتاع دي. استنى، ايه ده؟ والله هيدي. بصوا هم بس الناس اعصابهم مش هاديه. بصوا، مع انه كان في تحت السبيشال ستيج اعتقد، وانا ورا بالي كام فيديو بقول سبيشال ستيج، صح؟ سبحان الله. بصوا انت بس تكون اعصابك هاديه ورايقه على بالك كده، اهو مش حوار والله، انتوا شويه سلاتيح بس. هوبا، بس عليه اتعب قلبي بقى ودماغي وكل اعضائي. حسب ما انا فاكر في تقريبا سبيشال ستيج فوق مش هنا، اهي دي بقى زي بتاعه سونيك 3. نايس. مش عارف انا خضيتكم والله، عارف انا نفسي خضيت نفسي، مش عارف اندمجت مع الاغنيه، عارف ان انا فاشل في البتاعه دي معايا، معايا انا خلصتها الشيت. اجمي اجمن، الله لحظه، ده مش اجمن ولا اجمي، ده الي. انا شارب ايه والله، انا شكلي شارب ايه؟ انا شارب ميه اقسم بالله. امشي، المفروض اضربه كده. الله عليا، هوبا، الله عليا، الله عليا، هوبا، الله عليا، الله 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 الله، ايه ده؟ الله الله، الموضوع ده طلع ايزي. اديني خمسة لايفز كده، عن ابلعهم كده. بص دي بتاعتي شكلها مريح. بص تعمل لي زي بص. بص لما اجي احط دي بقى، امشي امشي. ضربته عادي من غير ما انا اتاذي، واخدين بالكم انتوا؟ ضربت بدنك من غير ما تاذي. سقفولي اهو، هجيبها المره دي، ماشي. فيه ايه ده؟ ده اماكن مختلفة؟ الصراحة يعني الفريمات لذيذة، انا اسرع كده بطريقة بيرفكتو. مش هاخد كل الخواتم. يلا، خدت الكوين، مش كده اسمه بقى كوين، مش عارف كوين ده بيستفيد في ايه، بيقول لي ده بيفتح لي حاجات. اوي اقسم بالله، والله العظيم وربي كنت عارف والله، انا الهبل اللي انا بعمله ده كنت كويس. انا استنى يا استاذ، بس انا بتوه. ايوه، وتحولت كمان، بقيت اروح يمين بدل، بقيت اروح شمال بدل يمين، وبقيت اقول يمين بدل شمال، سبحان الله. برضو الحركه اياها بيحبوا يعملوها قوي في اي لعبه سونيك، اخش عليها ماليش فيها، اخش عليها واكسب. ما خلصها هرجع لكم. الله عليا، بص حاجه، هجيب واحده بيرفكت كده. الله عليا بيرفكت، استنى كنت هعكها. الله عليا بيرفكتو، وذهبيه كمان، نايس. عشان جبتها بيرفكت، انا مش مطمن لك خالص. عايز انشن نص، مش عايز انشنه. السلام عليكم، هي دي اللي فيها سبيشال ستيج اهو، هو هنا. الله عليه، مشكله هو هنا بيختصر، هي دي مشكله. هو بصوا بيخش هنا بالنزينه، هجيبه برضو، هيهرب مني فين؟ تعالى، مش سايبك، هو انا رخم كده، مش سايبك. تعالى، بص الحركه دي بقى، هوبا، الله عليا، تعالى بقى. الله عليا، الحلو ان هم عاملين ريميكس للاغنيه، يعني مش حاطين نفس الاغنيه بالظبط. كنت هتاذي منها، شيش. اجمن، لعبه تترس بقى، اوكي. اجمن هيخسر، يلا اجمن، بس كده كسبتك في لعبتك يا اجمن، انت بتهزر. وبس كده اتخرج الفلاكي، نويس. بحب المكان ده، بس انا هوقف لحد هنا، معلش لو الفيديو هيكون قصير، بس دي يعني حاجه بسيطه كده. يعني لو عجبكم الفيديو وعايزين اكمل في سونيك مانيا اكتبوا لي تحت تعليقات، وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي تحت تعليقات عايزين العب ايه تاني من العاب سونيك. وبس، كمان كنت بتاع حدا، ومع السلامه.